it's Mia here and welcome to my YouTube channel. أهلا وسهلا بكم بقناتي. هلأ رجعنا لفترة كتير مهمة وهي العودة إلى المدرسة والجامعة اللي هي back to school. سنة الماضية عملت سيزن كامل كل شيء related back to school، بتلاقوا بلاي ليست موجودة هون. فهاي السنة ما بعرف شو حصور لكم فعليا back to school، بس اللي بعرفه أنه هذا أول فيديو back to school. بهذا الفيديو حنحكي عن شيء كتير كتير مهم للمدرسة للجامعة لوين ما كنتوا ظاهرين تتركوه معكم وبتحطوه بقلب الجزدان. يعني أنا هذا جزداني اللي راجع للمدرسة، حتى فيه ماي نوت بوكس ودفاتري وقلامي وكل شيء. بده يكون معنا هذا الشيء واللي هي اسمها حقيبة الطوارئ emergency kit أو باج أو اللي بتسموها. فيكم تحطون كلهم بباج واحدة حتى ما يضيعوا، وفيكم تحطون موزعين بقلب الجزدان. سو اليوم حنحكي شو كل شيء ضروري ينحط بحقيبة الطوارئ. هلا هيدي بتطبق على تلاميذ المدرسة، بس الأكترية تبع على تلاميذ الجامعات اللي مثلا مش اخذين فوية أو دور محد الجامعة ومضطرين يروحوا ويجوا، أو مثلا بزيكار بالسيارة أو شيء. حنحكي بالتفصيل عن هذا الموضوع بعدين. سو خلنا نبلش نشوف شو فيه بهيدا الباج. فيها تكون حياة لبعض، فيها تكون شنطة ببين شو في جواتها، فيها ما يكون مبين شو جواتها. حنبلش نحكي كل شغلة بقلبها، كل شي ضروري ما بتعرف شو بصير معكم فجأة لازم يكون معكم. ونبلش أول شي. هلا أنا إذا بتشوفوا هون مقسم بلا شنات صغار، حقلكن ليش. هاي وهي شناتي، لانه هو اللي انا بعادة بحطهم برا هذه الشنطة بجزدانة، لانه عطول موجودين بجزدانة. انا حلا بحب بس يظهر وين ما كان برا البيت يكون جزدانة معي، كل شيء ممكن يكون يعني بحاجة له. ما بتعرفوا انتو بحاجة فجأة، ما بتعرفوا شو ممكن يصير معكم فجأة، وتكونوا مستعدين لكل شيء ممكن يصير، او اوقات مثلا قصص اكسترا بيكونوا. سو حنبلش في اول باب اللي هي فعليا التروس، من تروس عادية مثل طول المدرسة. هذه اللي تروس فيها بقلبك كل شيء ادوية ممكن تفكروا فيها، يعني بانادول، سباسفون وادوية غيرها. فيكم تحطوا حالة ادوية تكوني هون، خصوصا باراستامول لوجع الراس وسباسفون لوجع المعدة، فيكم تحطوا بانادول او غيره. وبهذا الباك كمان حتى صراحة 50,000. حقلكم ليش محطوطة بهذا التروس. هذا التروس او الباج الصغيرة ما بشيلها من شنطة ابدا، فما بتعرفوا واحد شو بصير معه، يمكن على السرعة يمشي وننسى جزداننا بالبيت، ومثلا مضطرين شو عارفني على مصاري، مضطرين تروحوا سيرفيس. انه شو ما يصير معكم، معكم مصاري احتياط 50,000 تاخذكم سيرفيس وين ما بدكم، او اذا مضطرين على اكل مي شرب whatsoever شو ما كنتوا نستنين، 50,000 حاليا بتفيدكم نوعا ما. وزيادة عن هيك انا بحب اترك بهذه الجيب الصغيرة هون ظروفة سكر وملعقة، لانه اذا واحد ضايخ او صار معه شيء دغري بنحب قنينة مي وبتشربوها للشخص اللي مزعوج، او اذا انتم كنتوا مزعوجين. واتضح الامر انه السنة الماضية صراحة صار كذا حالة مع رفقاتي وقدرت ساعدتهم فيها من ورا هول ظروفة السكر. عم تستغرب انه يا ليش حتى معك ظروفة سكر، لهيك حالات ممكن تصير. وزيادة عن هيك حتى كمان بقلبهم لزق جروح او بلاستر، لانه ما بتعرف واحد بيروح كعب اجره او شيء من ورا الشوز اذا كان جديد، او اذا واحد جرح حاله بالغلط بالورقه وقع لا سمح الله يعني، او صار معه شيء في بلاستر يعني بتمشي حاله بين ما الواحد رجع على البيت. نيكست عنا، ححط الباك هون. نيكست عنا الشيء كثير ظاهر هو كمامه. هلا صراحة ما كثير عم نحط كمامات، بس ما بتعرف فجأة شو بصير، يمكن ينتشر مرض جديد، ممكن يظهر شيء جديد من كورونا، يمكن ترجع تتفشى كورونا بطريقة ما بتعرف شو ممكن يصير. فبخلوا معكم كمامة احتياط. أنا هي صراحة من أريح الكمامات اللي استعملتهم وقماش. فيكم تحطوا الكمامة الطبية معكم كمان ما بتفرق. سنس عم نحكي عن الكمامة وقصص ريليتد لكورونا، هون تاني شي عنا هو سانيتايزر او مطهر للايدين. هي ما بتنشال من الشنطة ابدا، وضلكم طهروا ايديكم شو ما استعملتوا، او خصوصا انه فاتين كمان على موسم الجريب فكله بكون خبصة ببعضه.
زيادة عن السانيتايزر بحطوا معكم علبة كلينكس صغيرة اسمه كلينكس بوش نحن نسميهن عنا بلبنان. هلا انا اشتريت بوكس بس نسيت ما جيبه معي على البيت لهون، سو بس انزل على الجامعة اكيد بحطه دغري معي. بحطوا وحدة بالشنطة الطوارئ وواحدة بجزدان كون لانه مثل ما انا فاتين على موسم قريب وما بدنا ننعدى وما بده يصير لنا شيء. بذات المبدا هالعلبة هي علبة شو ما كانت عندكم البيت صغيرة، عبوا صابون غسيل ايدين وتركوها معكم لوقت تروحوا على الجامعة. بتعرفوا الحمامات المدرسة والجامعة مش نضاف، مش انضف حمامات ممكن تشوفوها بحياتكم، سو بتخلوها معكم لإذا ما كان في صابون او بدكم تغسلوا ايديكم وما في شيء تغسلوا فيه بتستعملوا بتحطوا شوي منها وبتتركوها معكم. هلا في شيء طالع هو بيجي سوب بيبر، هلا اذا قدرت لقيكم صار بحط لكم اياها هون. هي بتصير تسحب ورقه وبتمرغوها على ايديكم بالمي بتصير صابون. اذا لقيتوا منها كمان استعملوها بس ما بعرف قديش موجوده كمان عنا بلبنان. بعد منها في عنا ربطتين شعر. هلا انا دجا بكون بايدي على طول ربطه شعر بس اوقات ما بتعرف شو بصير ربطات الشعر دغري بتضيع، اضطريت ارفع شعري او كان شوب او شيء ربطات الشعر موجودين. بعدين كمان عنا بلاسترز زيادة لانه الواحد ما بيعرف شو ممكن يصير. من اهم القصص اللي بتحطوها بجزبانكم حقرب لفرجيكم بتحطوا معكم هي ديودوران او رول اون او حاجة لشي تخلوها معكم خصوصا بني استيدا شو بصيف الشتاء ما بدنا نتعرض لمواقفات انكم قاعدين نشم انا طلعت ريحتنا عرق. معكم على طول احتياط و لا سمح الله مشيتوا مأخرين ومثلا عم تلحقوا البوسطة للمدرسة او مثلا كنت تاخذوا سيرفيس تنزلوا على الجامعة ومش ملحقين، بتكون معكم اول ما تصلوا على الجامعة بتحطوا وبيمشي حالكم بضل ريحتكم نظيفة كل النهار. وزيادة عن الرولون بتحطوا معكم بارفان شو ما كانت بارفان. هلا انا بفضل ما تحطوا بارفان ازاز بالجزبان بس انا هيدي جربت وما انكسرت معي وان شاء الله ما بتنكسر. كمان اذا اضطريتوا او حبيتوا هيك تطلع ريحتكم حلوه زياده او شوبتوا كتير وعرقتوا بترشوا شويه بارفان وبيمشي حالكم. من بعد منا عنا مرايه عاديه لاذا واحد اضطر يشوف حاله زبط ميك اب صار شيء معنا مرايه وفينا نشوف على التلفون، يعني صارت الدنيا متطوره بس انه ستيل. بعدين شيء كتير 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 مهم يضل معكم بالجزبان وين ما رحتوا. هلا مش للمدارس لانه بعرف انه ممنوع التليفونات بالمدارس بس اذا رحتوا على الجامعة او حيلا مطرح، هي الباور بانك بطارية بتشارجكم تليفونكم فيها وصلات وعطول خلوها مشارجة لانه خصوصا انه ما فيش كهرباء عطول، واذا ظهرتوا برا البيت تشارجوا تليفونكم حتى ما تنقطعوا اذا اضطريتوا تدقوا لحدا او صار معكم شيء يكون عطول تليفونكم مشارج. بعد منا بصير عنا كذا شيء كل واحد لشغله، هو مرطب الشفاف او لبون. انا صراحة اذا بتحضروا فيديوهاتي بتعرفوا انا كتير عم بحب هيدا مرطب الشفاف لونه ازرق مش الاصفر من بيزلاين. هيدا بتتركوه معكم اذا شفافكم بتقشف وفايتين على شتوية وعلى طقس جاف كتير. بعدين من عنا ليب جلوس وحمرار اذا حد حاب يظبط حاله او شيء. بضمان تظبيط الحال عندي هيدي، هي بتمشطوا فيها الحواجب او اذا صار شيء بكون ظبطوا حواجبكم، وهيدي اوقات بترك معي هايلايتر او برونزر او شيء فاذا كانوا معي بستعمل هيدي البرش لظبط. عادة نزيد عليهم ماسكارا صغيره كمان اذا واحد حاب يظبط حاله او طرق عليه مشوار فجاه كون حاطتهم. من بعد منا عنا هول القصص كمان شيء كتير ضروري هي هاي. فيكن تجيبوا حيلا بومبوم هولز او شيء او هيدي او حتى علكة. هيدي هن كانديز صغار على نعناع، حلويات كتير صغار بدون سكر على نعناع بتغير ريحة التم. لازم مشيتوا كمان بسرحة ونسيتوا تفرشوا سنانكن او ما بعرف شو صار معكن او اكلتوا شيء فيه بصل فيه توم نغرب تحطوها بتمكن وبتروح الريحة. وزيادة عن هون انا بترك الجزدانة علكة لانه بحب يكون معي علكة اوقات فعطول كمان يكونوا معي. واخر شي بدنا نحكيه هو هيدا فيها
pads, daily pads و monthly pads. ما بتعرف شو بصير معكم وبنات بليز اتركوا هذا الشيء معكم على طول لانه ما بتعرف شو بصير معكم. تلاميذ المدرسه انتبهوا لانه ما بكونوا كثير معودين شو يعملوا وقد بتصير القصص فجاه فانه ما نحلو تصير تروحي بالصف تسالي رفيقتك يمين شمال. فخلي معك احتياط وما بتعرف شو ممكن يصير وبتفادي كثير مواقف محرجه فخليها معك. هلا في كثير قصص ترجع شخصيه ممكن تزيدوها عن اللي حكيتهم. عندكم مثلا اللي جسمه بيكون على طول جاف وهيك بتكون حاطه معكم يا فازلين يا كريم للايدين او لوشن. انا صراحه ما بحب استعملهم بس اذا انتم بتحبوا اكيد حطوهم. اذا انتم بتحبوا تتركوا معكم فرشاية شعر تتركوها معكم بتجيبوها الميني سايز في منهم حجم للسفر يمكن تتركوها بالجزئين معكم. انا ما بحب خليها معي لانه ما بستعمل الفرشاية غير بس ما حمم شعري ومشط شعري لانه شعري كيرلي وما بستفيد كثير من طبشه الشعر. واذا انتم بتحطوا لينات فيكم تخلوا بيت اللينات بقلبوا شقفه التنظيف تتركوها معكم بالجزئين لاذا توسخت لينات تكون دغري تنظفوها. وبدي بدكم على طول تتركوا بالجزئين معكم قنينه مي جورد شو ما حبيتوا تكون تتركوها معكم بالجزئين لتضل مخليين جسمكم منتعش تضلكم عم تشربوا مي وما تخلوا جسمكم ينشف او بصير يوجعكم راسكم. اوقات بصير يوجعكم راسكم وما بتعرفوا شو السبب. السبب هو انه ما نكون شاربين مي كفايه. هي عن تجربه بخبركم عنها. وفي كثير قصص زياده او تتنقص بصير الشيء موضوع شخصي بس هون اون جنرال بالمجمل قصص اللي بتطلعون عليها اذا صار معكم حاله طوارئ. حابه ازيد شغله وحده وهي كثير ضروريه وما كنت مفكره فيها قبل انا بس حاليا فكرت فيها وفكرت انه فعليا الواحد بيعوزها. اذا واحد بيروح بسيارته على جامعة كل يوم ومثلا في عنده مشوار مش انه قاعد بدور بنزق الجامعة دقيقة دقيقتين هولي بتنحل ممكن شو ما صار يترك يروح يجيب اللي بده اياه ويرجع. بس اذا انتم بتروحوا بالسيارة بتروحوا بترجعوا ففيكم تتركوا غراضكم او قصص من غراضكم بالسيارة. فاللي بده يهم منكم انه تتركوا بالسيارة تبعتكم اللي حقلكم فيكم تحطوا كلهم بكيس مرتب كيوت باج ملون شو ما كان حتى ما يبين فيكم تتركوه بصندوق السيارة حتى إذا طلع حدا معكم بالسيارة أو شيء وما يشوفه. بهذا الساك أو الكيس بديكم تحطوا لحقلكم إياه. أول شيء تحطوا جاكيت لأنه هلا الطقس صاير غريب عجيب حتى ما نمرض أو إذا كانوا مثلا الإي سي بالجامعة كتير مسقعة مع إنه بستبعد بس لأنه فايتين كمان على طقس صعب جاكيت لأنه ما بتعرفوا إمتى بتسقع حتى ما نمرض أو إذا شتت. شمسية بتضل بالسيارة إذا عزتوها. زيادة عن هيك بتحطوا تياب كاملة يعني بلوزة وجينز وكالسات وشوز كاملين ناس ناقين على بعضهم أو لا ما بتفرق وما بتكونوا كتير بحاجة إلهم بحياتكم يومين حتى تتركون بالسيارة لأنه ما حد شلون تحطون كتير ولا إذا صارت حالة قصوى طريقتوا تستعملون. زيادة عن هو بدنا نحط underwears ملابس داخلية بتكون احتياط بالسيارة لأنه ما بتعرف شو ممكن يصير. مثلا انتلقيتوا مي او شتت الدنيا وكتير انتلقت تيابكم مي افضل تغيرون حتى ما تضلوا مي كل نهار بتيابكم لانه بكون عندكم نطرة كل نهار ورجع بعدين على البيت. فاذا بقيتوا بتيابكم مي بتمرضوا او مثلا نقطوا مش عارفني اكل نسكافيه عصير على البنطلون تبعكم يكون عندكم بنطلون احتياط. والبنطلون احتياط بفضل تتركوا شي غامق او مثلا في ضوء اسود لانه بركي رجعت نقطه مره تانية ما كتير ببين عني اذا كنتوا لابسين شيء فاتح. وشوز لانه بركي مثلا كنتوا لابسين شوز صار له شيء او كنتوا لابسين صندال ابو صندال ما بتعرفوا هيك قصص بتصير بس ما كتير بتفكروا فيها وما كتير بتصير. فتفاديا لحال هالشيء انه ما يصير خلون معكم بالسياره. او اذا مثلا انتم عادة يصير معكم هيك قصص بجزئينكم او اذا مثلا جايبين شنطة بتنحط على الظهر حطوا هذا الكيس بشنطتكم اذا شنطتكم كبيرة. وعن المدرسة في قميص المدرسة وقصص فبتتركوا معكم اذا بتكون بونتان واحتياط لانه كتير كانت تصير حالات هيك واخشندق لأهالينا وروح على البيت حتى نغير تيابنا او حدا من اهلنا يجيب لنا تياب. فانا الموقف محرج يعني منه حلو. وزين عن هيك اخر شغلة بدي اقولها انه على طول خلوا معكم تفتركم وقلامكم وكل شيء انتم بتعوزوه ممكن لتكتبوا وتاخذوا
ملاحظات وقصص او اسئله للدكاتره. خلوا خلاتكم خاصه معكم، كثير بشع انه مثلا تروحوا على الجامعه وكنت تكتبوا تستعيروا انه بليز بدي ورقه من هون، بليز بدي انا من هون، وترجعوا تردون. كنت كثير ما نكون منظمين بحياتكم، فخلوا معكم تضلكم منظمين ونظموا وقتكم وغراتكم، خلوهم عطون مرتبين، ضلكم مزبطين حالكم، لانه وقت الواحد يزبط حاله ويهتم بحاله قبل ما يروح على الجامعه ببلش نهاره بطريقه ايجابيه وبوزيتيف. وان شاء الله بتكون عوده للمدرسه كثير حلوه لكم. بعرف انه الفيديو تبعي شوي مأخر عن كل العالم اللي نزلت عوده للمدرسه، بس انا اساسا ما بلشت جامعه، فاستني باخر ايام الصيفيه اذا بلشوا مدرسه وجامعه. بون انتري وجود لك للي فايتين هلا ترمينال وبروفي هني صفوف الشهادات. ان شاء الله تكون سنه كثير حلوه، ولكل حدا فات على جامعه جديد ما تستحوا تسالوا اسئله، في السكيورتي موجود لسبب، وفيكم تسالوا التلاميذ الاكبر منكم، صدقوني ما حتكونوا مزعجين الا اذا شخص هو بينزعج بصير قصص شخصيه، بس غير هيك اسالوا وجربوا تكونوا قد ما فيكم بتعرفوا كل شيء من اول الطريق. ما تتركوا انه يلا كل يوم بكتشف او انه شو حيصير، ماكسيموم بتاخر لربع ساعه، هول ربع ساعه اوقات بتفرق. ما في دكاتره مثلا من اول نهار بتبلش شرح ما بتعمل تعارف ما بتعمل شيء. وان شاء الله تكونوا حبيتوا هذا الفيديو، كثير انبسطت اني عم صور هذا الفيديو واني حارجع اصور لكم فيديوز اللي زمان، بس هلا رجعنا الواي فاي الحمد لله ماشي الحال لنزل لكم فيديوز. بليز ما تنسوا تعملوا لايك لهذا الفيديو وتكتبوا لي كومنت اذا انتم في شيء ما كنتم مفكرين منه من هذا الغرض هلا تذكرتوا تضبوه معكم بالشنطه، وتشتركوا بالقناه. عم جرب نوصل لل1000 مشترك بأقرب وقت. بحبكم كثير وبشوفكم بفيديو جديد. باي.